نعم، وزارة الإعمار في قانون هي انه يسوي مجمعات. مثلا الآن احنا تدري يعني احنا اكو الآن مجمعات حاليا احنا تابعة. اي الآن اكو مجمعات قليلة، يعني المجمع بي اكو بيهم 200 بيت 150 بيت، مجمعات اما مواطئة الكلفة او مجمعات عمودية. لكن ملفات الحكومة، سنة من عمر الحكومة، الحكومة حققت في هذا العام انجازات كبيرة الحقيقة شنو على مستوى كل الوزارات. واحدة من القضايا التي حققتها هو ملف الإسكان. ابتدأنا ب15 مدينة جديدة، وفعلا تم التعاقد مع مستثمرين لبناء 4 مدن. تقصد المجمعات هاي بالاستثمار؟ لا لو تقصد لا لا الدولة تمولها؟ لا، مجمع مستثمر ايه؟ يأخذ المجمع ويدفع 15% من هذه المجمعات إلى وزارة الإسكان والإعمار لتوزعها عليه مجانا. 15%. يعني هاي الأرامل وال عندنا الجواهري، مدينة الجواهري اللي في أبو غريب في معسكر طارق، هاي 7000 دونم. راح يوزع من عندها حوالي 12000 قطعة سكنية، وإذا بنيت بيوت فيوزع منها حوالي 4500 بيت مجانا. يمنح للدولة، والدولة توزعها على الفئات المستفيدة مجانا. يعني حتى المستفيد مجانا ما يدفع؟ اي مجانا. ضفاف كربلاء، في كربلاء 3000 دونم، حوالي 3000 بيت. طبعا هاي المستثمر يمنحها، المستثمر يبنيها ويمنحها. بالمقابل 85% هو يبيعهن، يبيعهن حسب مستوياتك، وراح يبنيها 3 مستويات، مستوى ضعيف، مستوى متوسط، وبيوت اللي هي عاليه الكلفه لمن يريد ان يشتري. بالنتيجه هو مستثمر. نعم. يربح اكيد، لكن من ربحه راح يطلع، هو هذا ملف معقد، راح يطلع 15% مخاف يغلي على شو اسمه، لان يقول انا مطيخ 15%. لا، المستويات، لان وزاره الاعمار تشرف مباشره على هذه على هذا الموضوع، على ذني الاربع مدن. هنا يعني هل هي باشبه، هي بلشنا باربعه، هل هي اشبه ببسمايه مثلا؟ ايه، هي انشاء مدن جديده في كل مدينه وضعت فيها دوائر كامله، المي والمجاري والبلديات ودائره الكاتب العدل ومراكز الشرطه والقائم مقاميات، كلها مصممه مدن جديده، اولا لفك الاختناق، ثانيا لتوسيع المدن الحاليه باعتبارها صار لنا عشرات السنين ما توسعت مدننا. طيب،